وقبل ما نبدا مع حضراتكم اخبار وفقرات صباح الخير يا مصر، خلونا نصبح على ليندا. ليندا صباح الخير عليكي. ويعني اعتقد وسمعت كده انه في انخفاض في درجات الحراره. مظبوط يا جماعه. صباح الخير جمانة، صباح الخير حسام. هي جمانة درجه الحراره امبارح في القاهره كانت 28، النهارده 27. الله. ففي تحسن اهو. لا يعني هو خلاص بتقل تدريجيا، وبس في رياح بقى وحاجات كده. وفي اسوان درجه الحراره النهارده 35، الاسابيع اللي فاتت شفنا كانت وصلت للاربعينات. طب ممكن نلتزم بهذه الفتره شويه، يعني خلينا قاعدين في الدرجات دي. حلو يعني جو جميل، الواحد بيلبس لبس خفيف وبينزل يتمشى بالليل، يتغطى شويه وهو نايم. يعني حاجة جميلة والله. أنا حاول على قد ما نقدر يا أرجوك. تفضل. صباح الخير عليكم مشاهدينا، خلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة في انخفاض في درجات الحرارة، والطقس هيكون معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وفي نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ده غير انه في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية للقاهرة الكبرى والوجه البحري. في كمان النهاردة فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشرقية. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 27، وأعلى درجة حرارة في أسوان 35، وأقل درجة حرارة في سان كاترين 25. هنتابع مع حضراتكم أحوال الطقس بالتفصيل في النشرة الجوية، ولكن بعد شوية. دلوقتي هنرجع لحسام وجمانة عشان يبتدوا فقرات صباح الخير يا مصر. إليك. نشكرك يا ليندا، شكرا جزيلا، وأكيد هنرجع لك تاني على مدار الحلقة. شكرا ليكي.